بسألك كام سؤال سريع من غير تفكير هترد عليا، خلاص؟ ما تحاولش مثلا اجاوب حاجة من غير تفكير بس احنا. هنحاول بقى نتدرب، احنا في مباراة دلوقتي فلازم نسخن كده. ايوه دي مباراة ذهنية بقى. أفضل لاعب سواء إبراهيم عادل. أفضل لاعب دلوقتي موجود عندنا في إن كان في الدوري فشايفه موجود، أفضل لاعب مصري بس محلي. زيزو. أفضل محترف. محمد صلاح. عايز تعمل إيه دلوقتي؟ عايز أنزل آكل. كابتن وائل نورتنا، وانا سعيده جدا باللقاء ده، وعلى فكره هنتفرج على المباراه، ولو قالوا حاجه انا هبلغهم. هتفرج وهقول لهم دلوقتي حالا، هقول لهم ان الخطه اللي انت عملتها والعمل النفسي اللي انت بتلعب عليه، بس انا متاكده ان انتوا ان شاء الله هتادوا اداء جيد في الملعب ان شاء الله. انت بتشجعي مين؟ انا بشجعك طبعا. بجد؟ طبعا. كل الانترفيوز اللي عملها اللي قبليها قالت نفس الكلام. محدش سالني السؤال ده. طيب ماشي.